أهلا وسهلا بالكل والجميع. اليوم إعلاننا برعاية هوم إليك، وهوم إليك ماركة حصرية لدى قصر الأواني. بطل وصفتنا لليوم القلاية الفنانة من هوم إليك، هي عبارة عن قلاية وفرن صغير ومجفف طعام، يعني تقدر تقولوا جهاز الكل في واحد، 1600 واط. تعالوا مع بعض نشوف إيش مميزاته. مميزاته جدا رائعة، ملحقاته كثيرة زي ما انتم شايفين، في سلة قلي دوارة، أكثر من رف وشبك، عندنا كمان قفص الستيك، وعندنا هذه سلة قلي. نقدر نعمل شيش طاووق بهذه القطعة، ونقدر نشوي دجاجة كاملة زي ما راح نعمل اليوم في وصفتنا باستخدام هذه القطعتين مع العمود. عندنا هنا 16 وظيفة مسبقة الضبط، يعني مثلا عندنا هنا الدجاج في القائمة، إذابة ثلج، شوي، تجفيف، شرايح لحم، بطاطس مقلية، سمك، خضروات، وشوي دائري، تحميص واحتفاظ بدرجة الحرارة، بيتزا، وشوي بالسيخ، كيك، تخمير العجين فنان جربناه سوا مع بعض إذا تتذكروا، فشار. هذه كلها 16 وظيفة مسبقة الضبط، وتقدروا انتوا كمان تتحكموا، تنقصوا، تزودوا في درجات الحرارة، في التوقيت، وكمان تتحكموا اذا تبغوا تسخين علوي فقط، تسخين سفلي، او الاثنين سوا، ومع المروحة ولا بدون مروحة. حقيقي رهيب رهيب رهيب، حتى تقدروا تصنعوا اكلات صحية بكميات دهون جدا قليلة. طبعا كل اجهزة قصر الاواني عليها ضمان 3 سنوات، بالذات هوم إليك هي اللي عليها ضمان 3 سنوات. وصفتنا اليوم راح تكون دجاجة كاملة مشوية في القلاية الهوائية بطريقة سهلة ولذيذة مرة. حيكون الدجاج مستوي للعظم، طري لذيذ ما هو ناشف. حنشوف مع بعض الطريقة. حنحتاج لدجاجة كاملة، حطيت لها ليمونة قطعتها زي كده لأربع، وراح أضيف لها كمان عصير ليمون، ونضيف خل أبيض، ونضيف موية عادية، ونتركها منقوعة في الخليط هذا لمدة ساعة. طيب راح أضيف البهارات في إناء، وأضيف كمية جيدة من زيت الزيتون، خليط البهار ده راح أدهن به الدجاجة، وكمان الخضار راح أحط له شوية من دي البهارات. طيب الدجاجة بعد ساعة راح أتبلها بخليط البهار من الداخل ومن الخارج مرة تمام، وأمسجها. حط البصل والفلفل في الداخل. شوفوا دجاجتنا كيف مؤدبة ما شاء الله، ربطناها وقاعدة عاقلة، العمود دخلته جوا، المشبكين اللي بيجي أغرسه في الدجاجة، هذه شايفينها، هذه حديدتين اللي كانت زي الشوكة، واحدة من فوق أثبت بيها الدجاجة، وواحدة من تحت، وتربط رجل الدجاجة، أنا ربطتها بخيط، وهنا بنكاش الأسنان ثبتت الجناح كده. دجاجتنا ما شاء الله عليها مؤدبة كده ومربطة، حندخلها الفرن، فرن وقلاية هوم إليك. طيب حطيت الصاج ده اللي هو صينية على شكل صاج شوي تحت الدجاجة عشان تتجمع المرقة فيها، وأصلا هنا في هذه تحمي لك أي فتات ينزل في القلاية. يلا بسم الله راح أشوي دجاجتنا وبعدين حدخل الخضار. طيب راح نختار من القائمة شوي بالسيخ هنا، وراح أتحكم بالتوقيت، درجة الحرارة راح أنقصها أخليها 175، والتوقيت راح أزيده إلى 1:10.
تبارك الرحمن، اللون ياخذ العقل. ما شاء الله ما شاء الله. في ربع ساعة الخضار المشوية صارت جاهزة، وأحلى دجاجة مشوية صارت جاهزة. من أول ترى قاعدة أصور من دون فلتر، حقيقي اللون ولا غلطة، ومستوية للعظم. شوفوا شوفوا كيف للعظم مستوية، شوفوا ولا نقطة دم. هذه عظمة الساق. خلينا نشوف الصدر، أقدر أقطعها بالسكين بس أنا أبغى بالشوك عشان تستوعبوا الجمال والطراوة. يمي، شايفين؟ خرافية.